بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان لهم الدين. تشكرك النو دي ناظر سيتي خال المجهودات التقم والتغطية التقم شأن الديني شنخو إن شاء الله قيان ونقار رمضان خواتم رمضان وإذا متحمسين بزاف باش تختمن القرآن الكريم باش دعان شتين الدعاء الله تعالى شت سفغنا زكاة الفطر وكذلك تستعدان الصلاة العيد غايرين بعد مراقبة الهلال ومندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي قنج الإعلان يتعلق صلاة العيد وتوجر العادة على أنه صلاة تريد المصلى ولكن السنة حالة استثنائية إن شاء الله صلاة العيد تريد المساجد خمد غير صباح العيد تتري وذان توجه نغ المساجد ذي إلا الجمعة من طبيعة الحال باش حظ ظلنا واحتار من الآداب النعيد كالعادة أحاول ما أمكن أظهر صن باش نقن السنة العيد كما ينبغي زينة الناس الفرحان الناس التظاهر النعيد إن شاء الله والمساجد الجامعة مرة يدى الخطبة الجمعة هذه الثيرية صلاة نعيد الساعة 8 الصباح إن شاء الله الوقت قام مناسب باش نخشى شوية الفرصة يودان باش أذيلج الحضور جن التظاهرة النعيد باش نتوجه الله تعالى سل أدعية ذي الصلاة ونسحس الخطبة كذلك نعيد غيق الخطيب الجمعة ذي المساجد الخطبة نعيد طبيعة حال غرث 8 الصباح ونتطلع تعالى باش زنغي قبل الصيام ذي القيام وظنغي ختم رمضان سلحوسنا ظنغي وفق هذه وفق الله تعالى ثمرت النغتيري دائما المغرب مغرب الأمن المغرب الاستقرار المغرب الأمان المغرب السلام المغرب الخيرات في ظل السياسة الرشيدة وجليد النغ أمير المؤمنين أثنصر بي وثي أي دربي والسلام عليكم ورحمة الله.